أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات
لهم ما يشاء الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. إن غفور شكور. صدق الله العظيم.